السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على قائد المغرب السابق، سيظهر رسميا مع المنتخب الوطني من عبد السلام الود، اللي غادي يكون مساعد متربص، مساعد الجمام الماضي كمتربص. نتمنى له النجاح. الناس اللي يحوس على العلم يحوس من يحوس من يحوس من الناس اللي ناجحه، الناس اللي تنجح يحوس على الدبلوم تاعي، يحوس على شهاده اخرى كذلك. وين الناس كيما جمال بالماضي كان يقرا هنايا، ومن بعد راح للسودان، الحاج داه للسودان، والسودان دخلها لمصر، ومن مصر عاود ولا القطر، وعاود نجح. ربي معاه، سبحان الله، راه ناجح بنادم، ربي نجح. انت بغيت تقلع على هذا، ربي نجح، الله غالب عليا. وين ينتظر المغربي عبد السلام الود قائد المنتخب المغربي سابقا تسجيل ظهوره أول مع الجهاز الفني للمنتخب الجزائري كمدرب مساعد متربص خلال المعسكر المقبل. وكانت الاتحادية الجزائرية قد أعلن في فبراير الماضي تولي الود منصب مدرب مساعد في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري بقيادة جمال الماضي. وين يسعى الجهاز الفني للمنتخب الجزائري استفادة من خبرة الود الواسعة في ملاعب أوروبية والإفريقية لإفادة لاعبين المنتخب الوطني الجزائري. حنا ماذا بينا إن شاء الله بربي، حاجة فايدة مليحة، نقولوا بالتوفيق، نقولوا بالتوفيق، خاطش عليه لعاب لعب مع جمال الماضي، كان وقيل مساعد معاه، يعرفه ويعرفوا بعضهم. ما نقولوش باللي هذا خاطش عليه، شنا حنايا بعض الناس يهضر لك يقول لك جوساسة وما يدير ما يشوف، وبتوالي غادي نلعبوا معاهم نطيحوا معاهم ماتش دو باراج، كل شيء ماتش دو بار، اللعب دروك راه مفتوحة، العولمة راه كلش راه مفتوح. حنا كي رانا نلعبوا منتخب وطني كي راه يلعب، مالكم يلعب 4-1 4-1 قلعنا بها رانا فيها. ها شوفوا اللعب تاع الجزائر كيفاش يلعب، شوفوا كي رانا نلعبوا، تتفرجوا تقارعوا تقارعوا البنت يدخل ولا جا. شوف لازم تعيش بارتيه كيفاش يلعب، تنتقد منه كي راه يلعب هذاك نورمال، تدخل في هذا تدخل. حنا منتخب وطني دي فوا نلعبوا تريونغ، نلعبوا تريونغ، شنا كيفاش تريونغ اللي نلعبوه، يلعبه محرز بن ناصر وفي غولي تريونغ، نطبقوا تريونغ. على نقول لكم انا قارعوا المنتخب الوطني، تسجيل الاهداف تاع المنتخب الوطني قارع لها من عندك من 15 دقيقه ل 25 دقيقه، عندك تطلعها بالعشر دقائق، خاطش على هذه اللعبه تاع تريونغ تتطلب جهد كبير، تتطلب جهد كبير، قوه بدنيه كبيره. ما ينجموش فريق منتخب ولا اي نادي يلعبها لك ميطون ولا ما ينجموش يلعبوها. وهذه اياكس امستردام هي اللي خرجتها، اياكس هي اللي خرجت هذه الخطه، اول خطه اول لعبه لعبوها من الناس كانوا يقراوا عليها. اياكس لعبتها كونتر الريال وضربت الريال ب4-2 في برنابيو. لونترينر اللي كان تاع الريال مش الدراسه عرف، خاص كانوا يقراوا فيها والناس لعبتها، ولعبوها جا لعبوها ربع ساعه برك عاودوا ولاو. ما نجموش، خاطش ما تنجمش لعبه اللي يخلق لياقه بدنيه قويه كاع. من الناس كانت تقرا فيها هما راحوا هما لعبوها، لونترينر تاع الريال قضى براسه عرفها باللي راحت، صاب تريونغ يزغد فاق بها باللي راحت، مركاو لهم دو بيت في ذاك الماتش، دو بيت هما ربحوا 4-2 بصح دو بيت اللي ربحوهم ربحوا زادوا مركاو بالتريونغ. ديفو حنا رانا نطبقوها، حنا رانا نطبقوها ليكيب ناسيونال يطبقها، اي طبقها بصح تلعبها 10 دقائق والله ما تزيد. انا نعطيك الرسمي خاطش عليه يعاودوا يرجعوا يعاودوا، خاطش دقدق خطه صعيبه. يعني رانا نحضروا حنا الناس هذو اللي قال لك هذا عبد السلام جا جوساسه ومشي مليحه لنا، يعني الناس هيك يلعب يشوف لك يطلع لك الفيديو تاعك قاعد يشوفك كي تلعب،
يشوفك كي تلعب والتغييرات ووقت التغييرات ويتغير وانت تغير اللي تشكي تعشى فيها ولا يا زادو عايشين في العصر الحجر الصار حجر 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 العصاري نقدم هذو الديناصورات هذو نقارضو مع الديناصورات هذو بقايا تاع ديناصورات ما على باش بلي راهي العولمه على بالك بلي دي زونترينير عندو ستاف تكنيك ميكرو يقولو يكتب لك ناس عاد تدخل وناس عاد تخرج اللعابه يعسك وين الوقت يشوف لك تروا بارتي كات بارتي كما صار يشوف التغييرات كيفاش تروح وين تغير الاماكن وين تغير الوقت اللي تغير فيه الخطه اما رئيس اهل الناس يقال على تيب ستار تكنيك فيه 6 7 8 10 11 ستار تكنيك الناس قاعده باطل ولا هاك حاسب انت هذوك ياكلوا كاوكاو فما قولهم يبيعوا الحمص بس بالكمون اذا كم مرض انتوما ناس تطورت ناس راحت تروح عند بايرن ميونخ تيب ستار تكنيك تيب الناس قاعده تشوف لك يقراك انت كاع كي راك تجري شحال راك تجري ما بين الميطو والميطو يخرمط لونتري نهار يقولوا اش كي حاسه كاين لونتري كي يدخل يشوف يبقى لك يبدل برد ثم كون مرضى هاو كاين ستاف تكنيك هذوك الناس اللي مع جما بالماضي هذاك القاوري هذاك فرونسي هذاك دونجي هذاك دونجي ودي يقرا لك بارتي يقعد كيما كان جما بالماضي راه يسكي وهذاك يقرا راه يتبع يقرا وبعد جما بالماضي اسو شو جما بالماضي كي يروح عنده شي يهدر معاه اسو شعم خطير يروح يهدر معاه يعطيه باش تكي ربع ساعة اسو شو جما بالماضي يروح يهدر معاه انا الصوالح هذو مش انا نطيحو من القيمة تاع جما بالماضي كي جابه راه تاكل عليه تاكل على ربي وعليه بلي يعرف الخدمة تاع هذاك يعرف خدم تاع يعرف بلي يقرا لي بارتي يقراها بارتي هي اللي يقراها كربع ساعة يروح عنده يلبو بعد يروح عنده تاك تاك يعطيه زوج كلام ثلاثة ما يهدرش بزاف زوج كلام ثلاثة ويعطيه ربع ساعة من بعد يروح عنده نص ساعة مي تكمل نص ساعة يروح عنده وبعد يكمل بارتي دوزيام ميطون ياك مانسا يمد له تيعيط له راهي ساكي جامع بالماضي ساكي تيعيط له تاك اش كاين يقولو ها وين راه البيد ها البيد وين راه ها قول برا اخر يقدم منا راه اخر يهود منا خرجوا منا كيما هكا هنايا قال لك بلي عبد السلام الود غادي جاو ساسه وغادي هادي بركه هادي الناس هاي طير الناس هاي طير الناس هاي طلق الناس اللي يروح فاكونس هو ولادو القمر وانت قاعد هنا جاو ساسه كان اللي يروح فاكونس هو ولادو القمر كان يكري صاروخ ماشي طياره يكري صاروخ يطلع مي جات هذه كورونا كان اللي طلعوا للقمر قعدوا مي تكمل عيطولي هو ولادو طلع اي خلاص طلع القمر راه مقصر في القمر يلعب بالتينيس في القمر جاي تايا تهضر لي على الجوساس الله يخلي خايبة سيدكم في البولا جوساس اي كنتوما يخطونا برك انتوما تعايروا تظلوا تعايروا في ولاد الجزائر ها ما يجوش ها يبغوا منا ها يروحوا منا ها منا ها منا خليه يخدم على روحه مسكين ها جاي يخدم على روحه جاي يتعلم جا مساعد كمتربص ويب يعرف جما بالماضي وجما بالماضي يعرفه هو يعرف جما بالماضي وجما بالماضي يعرفه انا ماذا بيا كون شوفو فاني قديورة يجي يقعد يشوف راه قاعد راه يشوف دي نظرة راه ستاجير فاني راه ستاجير يقرا يشوف منها ماشي سهلة لازم قرايه لازم منا تعلم بشويه 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 ما تطرطق جاما بالماضي مع قديورة قراوه هنا في سيدي موسى فاني قراوه هنا يا سيدي موسى بعد بلعوها لهادي ود عليه مع زاتشي بلعو الدعوه اللي راح لا يقرا اللي راح ولا منا كل واحد وكيفاش جاما بالماضي بلعو عليه هادو هنايا الحاج داه السودان خرج له الدبلوم الاول بعد خرجوا كاين خاصينو واحد الشهادات باش يولي باش يكذب اكابر في قطر باش يكذب ماشي انديه المنتخب القطري كان كاذب بالرديف وقيل المحلي ولا ما شتي لا ومن بعد كذب الاول كانوا خاصينو لي ديبلوم ونجح ربي كان معاه نجح هذه هي حنايا في الاخر شنو نقولوا حنايا كيما يقول لك حنا الله ينجحوا جابه يخدم الله ينجحوا
وإن شاء الله بربي فانيك نستفادوا منه ويستفاد منا، يستفاد من جماعة بالماضي اللعابة تاعنا يستفادوا منهم، خاطر على عنده خبرة كبيرة وطويلة في لافريك، يعرف يعطيهم خبرة تاعها صحيح.